السلام عليكم زوار موقع القصبة ويب. اليوم نقدم لكم درس جديد من دروس موقع القصبة ويب، وفي هذا الدرس نشرح لكم كيفية تفعيل خدمة الانترنت الخاصة بإنوي. أول شيء تقوم به لهاتف سامسونج جالاكسي جراند ديوس. أول شيء تقوم به هو النقل على أبس، ثم الانتقال مباشرة إلى خيار سيتينج، وبعدها تقوم بالنقل على كونيكسيون، ثم الهبوط إلى مور نتوركس، وبعدها تضغط على موبيل نتوركس، ثم الانتظار قليلا، وهنا ستقوم بتحديد المكان التي توجد فيه بطاقة إنوي، هل هي في كارت سيم 1 أو كارت سيم 2. يعني نفترض أنها موجودة في 2، نقوم بعمل WCDMA GSM Auto Connecti، وبعدها مباشرة نضغط على الأكسس بوان نيم، ثم الانتقال مباشرة إلى سيم 2 والضغط هنا على هذا الخيار بالأسفل، ونقرأ على New APN، ثم كتابة هنا في النيم قصبة ويب إنوي، ثم أوكي، وبعد مباشرة أتي إلى APN وأقوم بكتابة www.wana.ma، وبعد مباشرة أضغط على أوكي، وثم أضغط مباشرة هنا بالأسفل، ثم أضغط على سيف، ثم انتظر قليلا ستأتيني على هذا الشكل. أقوم بوضع علامة هنا في هذا الخانة، يعني لست مركب بطاقة إنوي، أقوم بوضع علامة هنا. بعد أن أضع علامة على الخيار يعني يكون على هذا الشكل، أقوم بالرجوع مباشرة إلى الخلف والانتقال إلى ماي دايفيس، ثم أختار هنا البطاقة التي أرغب في تشغيل الإنترنت عليها، أضغط على سيم كارت مانجر، ثم أقوم بالهبوط إلى الأسفل، سأجد هنا داتا سيرفيس نتورك، أضغط عليها وأختار يعني الكارت التي ترغب في تشغيل الإنترنت عليها، يعني سيم 1 سيم 2، يعني كما قلنا سابقا بأن سيم 2 هي إنوي، سأختار سيم 2، وبعدها أقوم بوضع أوكي، ثم الخروج من الهاتف، وبعد حوالي يعني تقوم بإطفاء الهاتف وتشغيله ستشتغل معك على الإنترنت. وإلى هنا ينتهي درسنا، موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.